للعباس اجت زينب وطفلي حسين وياها تشتي مني العطش حالي تجري دموع عيناها أحوالي يا خويا يا بسيل ساني ذبل هريش دلالي سوي الهي الطيفي الجاري يا ابني المعيدي الجاري عليها يا خويا يهيل حقيض ماغي وخاف يروي حتى عليها يا خويا يهيل حقيض ماغي شوف ايدي بعيونه لفت لعجودك ترضى يموت عبد الله يا بحر الجود بوجودك يا خويا المثير هذا اليوم إن ذاخرك عودك تراه العطش ما ذينا غيرك مين يروينا لو النتعا ينشكينا لو النتعا ينشكينا تراه العطش ما ذينا غيرك مين يروينا لو النتعا ينشكينا لو النتعا ينشكينا مني العطش يا عباس ناري وتشيب بعشاقي مني العطش يا عباس ناري وتشيب بعشاقي
عطشاني حري العطش ما ذيه تتلاوى عيب صواني يا عباس أخوك يحسين شنهي ذنوب رضعاني علي هالماي يتحرم وتتصرخ بالمخيم ما تنعب يلي مشيم ما تنعب يلي مشيم علي هالماي المخيم ما تنعب يلي مشيم ما تنعب يلي مشيم تسيل السيف بيمينك وتحارب على عداه شافي الدميع من زينب تغير وانخطف لونه لاحي الزعل بي وغضب شالي علل ما تنجوده وسليب شفه المذهب لا حيب ظهر مهونه داري الزينب يونه ما يلعد من عونه ما يلعد من عونه حيب ظهر ميمونه داري الزينب عيونه ما يلعد من عونه ما يلعد من عونه لا جريج بشرى اطفال اخويا حسين خليهم يتانوني وانا الماي اجيب الحين قامت زينب هلهي شبحت عطريجي العين لما انشافت الفرسان ميجبين لي الحرب زعلان صايح صاح بالجيمان صايح صاح
بعد ساعي لن واحي قطع يمنا أخذ سيفا يسار وقام عن جودة يريد يعدى صعب بالسهل عينه يا ويلي وفنى بيسرى وقف ومقطع زنوده وصعب بالسهم جوده لن واحد للشاعر المرحوم عبد الحسين الشرح.